السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة في التعريف بالتمويل العقاري في تونس على قناتكم تونس العقارية. إن شاء الله اليوم شكون عندنا حصة متميزة نوعا ما، لأنه باش نتعرفوا فيها على تحديد كلفة القرض أو التمويل. شنو هي العناصر اللي تحدد كلفة القرض؟ هل أن هذه الكلفة هي قارة أم متغيرة؟ هل هي مرتبطة بمؤشر مالي؟ هل أن التسعيرة هي موحدة أم متغيرة؟ وهل هناك رسوم وعمولة إلى جانب نسبة الفائدة المتأتية من القرض أو التمويل؟ هناك طريقتين لتحديد كلفة التمويل أو القرض. الطريقة الأولى حيث تكون فيها الكلفة متغيرة ومرتبطة بمؤشر مالي، والطريقة الثانية تكون الكلفة قارة ولا تتغير مع الزمن. بأكثر وضوح نأخذ الطريقة الأولى وهي المعتمدة من كل البنوك التقليدية وهالطريقة هذه هي مرتبطة بمؤشر مالي يعبر عنه بمعدل نسبة السوق النقدية أو TMM لتو دي مارشي مونيتير. ما نحبوش ندخل في كثير من التقنيات، ولكن إن شاء الله مش نخصصوا حصة خاصة بهالمؤشر المالي هذا. إذن تحديد الكلفة يكون كما يلي: معدل نسبة السوق النقدية مع إضافة ربح البنك في ما يقارب مثلا 3.5%. ونأخذ مثال على ذلك، نقول حريف تحصل على في شهر جانفي 2012 على قرض قدره 100,000 دينار لمدة 15 سنة. معدل نسبة السوق النقدية أو TMM في ذاك الوقت كان 3.16%. إذن تحديد الكلفة سيكون 3.16% مع 3.5% وهو ربح البنك، فمش يكون 6.66%. القسط المنجر عن القرض مش يكون في حدود 870 دينار في شهر نوفمبر 2014. معدل نسبة السوق النقدية أو التمام ارتفع إلى 4.94%. إذن الكلفة ستتغير فتصبح 4.94% مع زيادة ربح البنك وهو قلنا 3.5%، فتصبح 8.44%. القسط بطبيعة الحال سيتغير، كان سابقا في جانفي 2012 870 دينار، أصبح في نوفمبر 2014 970 دينار، أي ما يقارب 100 دينار زيادة، وأنت مطالب بدفع هذا القسط الجديد لأنك في العقد أمضيت على ذلك وأصبح شرط من شروط تنفيذ العقد، ولذلك لابد من احترام بنود العقد، ولذلك لابد من دفع القسط الجديد وهو 970 دينار في المثال الذي أخذناه. الطريقة الثانية قلنا أنه مش تكون الكلفة قارة وغير متغيرة مع الزمن، وهالطريقة هذه هي المعتمدة من طرف البنوك الإسلامية، وإن شاء الله كما وعدناكم مش نخصصوا حصة خاصة بالبنوك الإسلامية. لكن في الوقت الحاضر إذا كان نرجع للمثال اللي خذيناه في الطريقة الأولى، نقولوا اللي السيد اللي تحصل على 100,000 دينار في شهر جانفي 2012 مطالب بدفع قسط قدره 870 دينار، فهذا القسط لا يتغير مع الزمن ويبقى نفسه إلى موفى 2027، أي بعد 15 سنة. فيما يتعلق بالتسعيرة فنقول أن البنك المركزي حرر التسعيرة وهي تختلف من بنك إلى بنك، ولذلك الحريف هو مطالب باش يقوم بدورة بين البنوك ليختار الأسعار الأكثر مناسبة له، وإذا كان لازم يتعامل مع نفس البنك اللي فيه الشهرية تكون موطنة به، فنقول له لابد أنك تناقش التسعيرة لأنها غير قارة ويمكن انك تخفض فيها في بعض الاحيان.
فيما يتعلق بالعمولة، نقولوا ان البنك يقتطع عمولة غالبا ما تكون في 1% وتكون خاصة بدراسة الملف البنكي. اذا كان ناخذ المثال السابق، قلنا الحريف تحصل على 100,000 دينار كقرض، فالبنك يقتطع 1% يعني 1000 دينار مع زيادة القيمة المضافة 18%، فتصبح المبلغ المقتطع يعني 1180 دينار. حصتنا اليوم ان شاء الله اوفات، نتمنى ان وقعت الفائدة. في الحصة القادمة ان شاء الله مش نتعرضوا الى الضمانات البنكية. الى ذلك الوقت نتمنى لكم اوقات طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.